لا لا انا دخلت على السيكونس بتاع الفصل مثلا، دخلت على ثاني صفحه صح، واخد السيكونس ده بتاع دراج دروب، دراج دروب والكود الخاص ده خلاص هو الكلام على اليو ار ال، تاخد اللينك بتاع اليو ار ال نفسه وتحطه فيه. هتعمل تدريب على الحاجات دي كلها، دي اول حاجه. تاني حاجه بتعمل طبعا ديكوريت سيكونس وذ ريفرنس انوتيشنز سيرفر داتا بيس، دي من ضمن الحاجات اللي بتستخدمها، تعمل ديكوريشن للسيكونس بتاعك وتلونها والكلام من ده. وممكن كمان يعمل انسيرشن ميل انوتيشن، انوتيشن المعلومات بتاعتك على بتاعت السيكونس. تقدر تعمل الاينمنت، هو بيعمل لك الاينمنت. وكمان بتقدر تختار انهي نوع من البرامج يعمل لك الالاينمنت بتاعك. اللي هنشوفه على جنب فيو، جنب فيو بيعمل الالاينمنت. لكن كمان ممكن تقول له اعمل لي الالاينمنت دوت في كلاستر ده ويجيبه لك على جنب فيو تاني. ودي حاجه يوز موبايل ان شيرنج كونسرفيشن اناليسيس اللي هو هنشوفها، والتريز والبي سي اي بيلت ان توب سبورت. انا بشوف اللي هو البرنسبل كومبوننت اناليسيس دي بتبقى كويسه جدا في موضوع الهيدروجين، بس هي تاخدها في الفرنسا مش في النهارده يعني. والتري ممكن تاخدها النهارده زي تبني تري انواعها وهكذا. والستراكشر داتا ده برضه تاخدها في الفرنسا، انت لو نزلت البروتين انت تعمل 3 دي ستراكشر من السيكونس بتاعك، السيكونس بتاع البروتين انت بتعمل 3 دي ستراكشر بتاعك وتشوف. تاني الناس اللي كانت بتتكلم عن دراج ديزاين وازاي اعمل من البروتين اطلع دراج واشوف ال 3 دي والكلام ده كله، ده ممكن من خلاله تعمل ماشي. select regions to refine for further analysis، ممكن تختار اماكن. النهارده هناخد برضه محاضره الحته دي، ازاي اختار اماكن معينه واعمل عليها سبوت واعمل عليها الكلام ده كله. لو selecting regions we create with other programs، ازاي ممكن تاخد مثلا ايه البرنامج التاني بيعمل شجره احسن لو بيعمل كذا، تربطه ببرامج تانيه، ممكن يتربط هو نفسه ببرامج تانيه وهكذا. Prepare annotated views for publication. يكون معاك حاجة مكتوبة عشان خاطر الـ publication ممكن نعملها ليه. Example زي ما انتم شايفين اللي هو display of the startup. أول ما تفتح حد فيكم فتحه؟ حد فيكم فتح الـ Jail View؟ أول ما تفتحه بيطلع لك اللوحة دي. بيجيب لك أول حاجة example project، هو بيفتح project كمان عنده. يجيب لك سيكونسز وبيبقى فيه يديك مثال يوريك ان هو ممكن يعمل الشجره تري، ممكن يطلع لك السريد ستراكشر، ممكن يوديك ده اول ما بيفتح الستارت اب بيوريك كي فيتشر الفيتشرز اللي ممكن يوريك. ده اكزامبل موجود في الالاينمنت في الانوتيشن ستراكشر تريز ديسبلاي. الانوتيشن هي المعلومات اللي ورا، مثلا عجبتي بروتين معين التيم نيم واسمه ايه ورقمه في الجيم بانك كام ومعلومات عنه طوله قد ايه، كل دي كلها معلومات الانوتيشن. ايوه بالظبط. كمان الجاد فيو زي ما قلنا بيعمل فيها انوتيشن للداتا بيز اي دي ستراكشر جنرال سيشن، اللي هي الجنرال اللي هو البرنامج اللي جواه اللي بيعمل لك الريبورت بيبين لك السكت سي دي اللي ورا دوت اللي انتم شايفين بيتا شيت والفا هيليكس والكامل اللي هو بتاع البروتين اللي ورا ده. التريز زي ما شايفين تري ديسبلاي سيتنج في من ضمن التري اللي هو التري اللي هو ورا الشيربول اركايف اللي نزل جنرال سيشن اتستد فور باك جراوند اللي هو ان كمان ممكن الاركايف بيطلع داتا، الداتا دي ممكن تعمل شيرنج ليها مع برامج ثانيه، وبالتالي تقدر لو في حاجه ما بيقدرش الجي ار بي يعملها في برنامج ثاني بيعملها بتنقل من هنا نفس الداتا. اللي هو البرنامج اللي بيعمل 3 دي ده اسمه جيمو، البرنامج اللي بيعمل كل دوت بيتعمل من السيكونس بتاعك.
كل ده بتعمل على جنب برنامج بيس ميسيس استراكشر اسمه جيمون هو موجود جوه الجنب. دلوقتي ممكن تجيب الويب سيرفيس يعني هي ويب سيرفيس هو جاي في الشكل بتاعه ممكن تعمل لو حبيت تجيب سيكونس ممكن تروح تجيبه من داتا بيس فبتقول له فيتش دي بي ريفرنسز ممكن كمان تختار فيتش تجيب جيب لي من المكان ده اللي انا عايزه دوت من داتا بيس عندي كاستر من داتا بيس ممكن تجيب منها معلومات وريفرنس على الجيم بتاعك وتدور على جيم معين تقول له فيتش في الداتا بيس على الجيم الفلاني وكيف تستخدم الداتا بيس اللي انت عايزها من الداتا بيس اللي عندك دوت تجيب منها الريفرنس بتاعك. خلاص مثلا انا وقت على جيم معين بص بتعمل الفيتش ديت بيجيب لك ريفرنسز من اي داتا بيس انت عايزها انت بتدور بس على جيم حضرتك جيم كنت بتستخدمه اللي اسمه جيم ايه؟ سيرج هرمون حتى كان بيستخدم حتى كان بيشتغل بتاعه سيرج هرمون حاجه زي كده او جين معين الجين ده انت عايزه تجيب جميع المعلومات اللي عليه او البيانات اللي فيه موجوده في داتا بيز معينه في السيرش لو تعمل سيرش لو تعمل اللي انا جبتها دي فينش من هذا بيجيب لك كل المعلومات اللي موجوده على الجين ده في الداتا بيز تختاري كمان اي داتا بيز عايز تجيبها منها تفتح بروتين ولا دي ان ايه ولا لسه اللي ماتت ولا خلاص بتاع اي واحده منهم اي داتا بيز من اللسته دي تجيب لك المعلومات اللي انت عايزاها عن الجين دوت المعلومات دي انت مش بس موجوده كده عندك دي هتبقى في الباك جراوند لو انت بتشتغل عشان لما تطلع في الاخر المعلومات دي كلها موجوده عندك في الباك جراوند يستخدمها هو يستخدمها في عشان يبني سمين ستراكشر ويبني الالاينمنت ويبني كل حاجه يستخدمها خلاص؟ طيب ازاي بالتالي لما انت بتيجي تقف ده الكلام اللي انت شايفه ده ما بيظهرش الا لما بتقف بالماوس لو ظهرت ابوب اب سكرين يعني دي الصوره بتاعتك اللي فيها السيكونس بتاعك اهو لما انا عملت فيتش الانفورميشن لما باجي اقف على اي واحد من دول تروح في ظهره كده مجرد ما اشيل الماوس في تاني في معلومات عن الجيل بتاعي الاولاني ده انا واقف عليه دلوقتي بالماوس اهو رقم 2 هي الساعه الاسود ده شايف الساعه ان شاء الله شكرا لكم اللي مش شايف شايف الماوس دي الماوس بتاعتي اللي انا بتفرج بيها شايف الماوس الاسود ده لو جبت انا هنا هتظهر عندي معلومات اللي هي تاني لو جبت هنا هتظهر لو جبت على اي واحد من دول تظهر لي معلومات كده الانفورميشن دي معلومات وفيها برافو عليك رقم الجين ده موجود على الانبوت رقم كذا وكذا وكذا نفس الجين ده جين برافو عليك جين بانكس او بروتين بانكس موجود كل موقع من دول كل موقع من دول في معلومات عن الجين ده غير الثاني واحد خاص بالبروتين واحد خاص بالدين ايه واحد خاص بالستركشر بالتالي كل دي معلومات موجوده بحطها في الباك جراوند بتاعت البرنامج عشان استخدمها. واخد بالك؟ وبيربط لي بين المعلومات دي كلها. ماشي؟ خلاص؟ في الفيو ممكن اخليه لما باجي اعمل جينات بيعمل لي حاجه اسمها يعني بيخلي الجينات كلها جنب بعض كده في الطول. بالتالي انا مش شايفهم على سكرين واحد. شايف على سكرين لازم اجي احرك السكرول دي اجيبها كده واجيبها كده طب انا عايز اشوف